بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أزواجكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من المؤمنين كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد
للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قالت طائفة
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستأذن فريق أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كانوا فيكم
ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما صدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا تسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم.
بهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنين
المحسنات منكن أجرا عظيما والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يا نساء بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتعمل صالحا نؤتها أحد من النساء يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلما قضى زيد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لكي لا يكون على المؤمنين حرج
وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا
لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما إليك من تشاء
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ذلك أدنى ويرضين بما آتيتهن كلهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا
ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا ولا إخوانهم
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا أيمانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله
الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقالوا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما.